والوزارة حقيقة بذلت جهد إعلامي كبير بالتعاون أيضا مع وزارة الإعلام ومع يعني الناشطين أيضا في السوشيال ميديا بتوعية المصلين بالاشتراطات الصحية الواجب تطبيقها أثناء عودتهم إلى المساجد. وبالفعل والله الحمد من خلال التوعية اللي تمت كان هناك التزام كبير في مساجدنا بفضل الله سبحانه وتعالى بتطبيق هذه الاشتراطات من لبس الكمام والتباعد وإحضار السجادة. وفي بداية الأمر كنا حتى دورات المياه مغلقينها، يجي متوضي من بيته، كبار السن، أصحاب الأمراض، هذيل كلهم يعني امتنعوا عن حضور المساجد. صحيح. وحقيقة اللي ساهم وساعدنا أيضا في ذلك مواكبة هيئة الفتوى في الوزارة لكل الإجراءات وكل الخطوات اللي قامت فيها الوزارة بالتنسيق مع الأخوة في وزارة الصحة. فكل خطوة حقيقة قمنا فيها كنا نستشير ونرجع حقيقة إلى هيئة الفتوى، وهيئة الفتوى في الحقيقة كانوا يساندون أعمال الوزارة بإصدار الفتاوى الشرعية. جميل. وهذا حقيقة يعني تأكيدا من الوزارة على أن أي خطوة، ولأن هذه أمور تتعلق في الصلاة والعبادة. صحيح. ما يصير أنك تتخذ قرارات إدارية في معزل عن الرأي الشرعي. ولذلك كان يمكن أكبر وأهم قرار يعني اتخذ في إغلاق المساجد في 13/3 حقيقة كان قرار صعب، لكن حقيقة هيئة الفتوى واتخاذهم لهذا القول بتقديم أرواح المحافظة على أرواح الناس على إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وتتابع كل هيئات الفتوى في العالم بالأخذ بنفس الرأي اللي ذهبت إليه هيئة الفتوى. صحيح. في الكويت، ويمكن الكويت كانت هي أول دولة تصدر فتوى بموضوع إغلاق المسجد. المهم نعود مرة أخرى نقول إحنا كل خطواتنا حتى في العودة وتطبيق الاشتراطات، موضوع التباعد، لبس الكمام، استخدام المواد المطهرة حق الأيدي، كلها ماشية على القواعد الصحية والاشتراطات التي وحسب الفتاوى الشرعية. وحسب الفتاوى الشرعية. جميل. هذه طبعا كلها ساعدتنا على أن المصلين كانوا يطبقون الاشتراطات، ولليوم والله الحمد المساجد هي أكثر الأماكن تقيدا والتزاما الحمد لله. عسى الله يتمم إن شاء الله عليهم.